جزاكم الله خيرا. تقول: أكرمنا الله بأداء فريضة الحج ورمينا الجمرات أول يوم الرمي قبل الغروب، وثاني يوم الرمي من شدة الزحام حوالي الساعة 11 أو الساعة 12 ليلا، وثالث يوم للرمي رمينا قبل صلاة الظهر بحوالي نصف ساعة أو ساعة تقريبا، فهل علينا دم؟ وإذا كان علينا فكيف نفعل إذا كان بيننا وبين المشاعر مسافة كبيرة ونحن بالجبيل في منطقة الشرقية؟ هل ندفعها لإحدى الجهات المختصة في هذا الأمر أو بماذا توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. الرمي الذي رمي بالليل ليلة 11 والثاني عشر لا بأس به، لأن وقت الرمي يمتد من زوال الشمس إلى المساء وإلى ما بعد الغروب على ما أكتابه كثير من العلماء في زماننا هذا لأجل الضرورة والحاجة والمشقة. أما الرمي الذي رمي قبل الظهر اليوم الأخير فإنه لا يجزي، لأنه رمي قبل الوقت، وبناء على هذا فإنه يكون عليه الفدية، وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم. وإذا كان لا يستطيع مباشرة ذلك بنفسه فإنه يوكل من يذبحها عنه هناك ويوزعها على فقراء الحرم. نعم.